هناك فرح وسرور وابتهاج ممزوج بالقلق والخوف من المستقبل يغمر نفوس المسؤولين الإيرانيين بما في ذلك عموم الشعب الإيراني. يعني نجد ذلك واضح في تصريحاتهم في وسائل الإعلام، وبالتالي هذا الابتهاج والسرور والفرح يعود إلى قضية هامة، وهي أنه الإيرانيون تخلصوا من عدوهم اللدود الذي كان إلى جنبهم، وفي نفس الوقت اللي هو يؤكد النظرية الإيرانية، يعني يدعم النظرية الإيرانية أنه وجود القوات الأجنبية في أمريكان. في أي بلد لن يضمن لن يضمن الاستقرار والازدهار واستتباب الأمن في أي بلد، وأعتقد أنه هذا ما يؤكده. لذلك طالما إيران تحدثت عن أن وجود القوات الأجنبية بما في ذلك القوات الأمريكية في بلدان المنطقة لن يضمن استقرار واستقرار يعني هذه استاذ القزويني، يعني إيران تفضل أن تكون أفغانستان تحت سيطرة طالبان ولا أن تكون تحت سيطرة القوات الأمريكية؟ يعني إيران واضحة في ذلك أنه إذا كان طالبان يعني وصلت إلى أنه يجب على الجميع إشراك الجميع في الحكم، وينبغي يعني إجراء انتخابات، ينبغي العمل على إيجاد حكومة وفاق وطني يشترك فيها الجميع، لما لا؟ ثم بعد ذلك تجرى انتخابات ويفوز فيها الطالبان في هذه الانتخابات بشكل شرعي، لما لا ذلك؟ أعتقد أن ليس فقط إيران وإنما حتى المجتمع الدولي أعتقد أنه سيرحب بذلك.